راح تعرف أكثر مشاهدينا على طرق بسيطة ممكن تسهل علينا لبس الجبيرة والاعتناء فيها والأنواع المناسبة لكل عمر وكسر مع الدكتور وليد عزيز. أهلا دكتور، صباح الخير. حياك الله. الله يخليك دكتور. لو نتكلم عن أنواع الجبائر المتاحة للكبار والصغار. الجبائر اللي بتتعمل للكبار وللصغار بتتكون من كذا نوع. نعم. في منها نوع بيتعمل بالجبس الطريقة القديمة قديمة. بالأربطة اللي فيها الجبس زي شاش شاش ومحطوط في جبس. لكن الحديث بقى في فايبر جلاس، جباير فايبر جلاس بتبقى جاية جاهزة. بنستخدم الجباير امتى؟ بنستخدمها في حالات الكسور اللي في مكانها. يعني الكسر لو مش متحرك بنستخدم له كبيرة. لو الكسر متحرك ومحتاجين نرده ممكن نركب له جبس او يحتاج تدخل جراحي. نعم. فبالنسبه يعني هذه ما راح نقدر نفتحها، نكسر لك احد هنا؟ لا، ممكن نفتحها. ممكن نفتحها. ممكن نفتحها ونشوفها من جوه لو حابب. يعني من هذه فايبر، هذه فايبر جلوس، ده اللي هو الحديث. وعلى اساس الطبيب يختار انه لو الكسر خارج عن المكان؟ في الاطفال الصغيرين قوي بنفضل الجبس العادي. الجبس العادي لان الفايبر جلاس بتبقى ناشفه برضو، بتحك في الجلد وبتبقى صعبه شويه على الاطفال الصغيرين قوي اللي هم سنه. لكن في السن هي نفسها هذه دكتور؟ لا، ده الجبس. هذا الجبس، ده الجبس اللي هو الروبوت ده. اوكي حلو. يعني الروبوت ده لما بنلفه بيطلع النتيجه دي. ممكن. دي احنا جايبينه من عين يعني مريض. يعني هذا كان فيه مريم، كان فيه رجل وقصنها. انا جبته بس عشان نشرح بس هذا ما طول. هذا كم قاعد؟ لا فتره قصيره بس ما شاء الله. محافظ على النظافه ومحافظ على الامور. دي اهم حاجه، يعني أهم الناس تكتب عليها قصص. هذه اهم نقطه في الجبس، ان احنا نحافظ على النظافه، لان لو دخل ميه دخل اي حاجه جوه بتعمل مشاكل في الجبس. طيب دكتور، احنا ناخذ المواضيع حبه. خلاص خف اتركها، مو مشكله لانه بها مقصد. دكتور خلينا احنا ناخذ حالات الكسور المتعدده في حال التورم مثلا، انه الانسان وضع جبيره ولكن لا زالت متورمه. شنو الدلائل على هذا؟ الورم له سببين، يا اما الجبس واحنا بنلفه كان تايت يعني كان ضيق، او الكسر نفسه في مشكله اتحرك من مكانه. الانسجه اللي كان فيها اصابه عنيفه كان فيها ميه اللي هي الاديمه او الوزمه اللي احنا بنقول عليها، فدي بتبان ان الايد او الرجل تورم بعد الجبس. نعم. فبنشوف ان الاصابع ورمت او لونها بدا يتغير، يبقى دي في مشكله لازم نرجع للطبيب. نرجع للطبيب. دكتور، مسائل النظافه، وكثير من الناس يقول لك انه انا لما يعني احط الجبيره يصير المكان يحكني. لما مثلا اثناء الاستحمام ممكن يدخل ماء، كيف نتلافى هذه الامور؟ طبعا احنا بنفضل ان مفيش ميه خالص تيجي تحت الجبر. يعني الانسان عايز ياخد شاور او يدخل الحمام يخلي الطرف المجبس ده بره الميه، او ممكن نستخدم حاجه زي دي، حاجه عباره عن كيس او حاجه ما بتعديش الميه، بنلفها حوالين الجبس. يعني نفرض انه هذه القدم ندخلها جوه ويستحم الانسان بشكل طبيعي. طيب دكتور، هل يعني مسألة انه يدخل شغله ويقعد يحك ممنوع تماما؟ ممنوع. ليه بقى؟ لأنه ممكن يحصل جرح تحت الجبس واحنا مش شايفين. لو حصل جرح تحت الجبس واحنا مش شايفينه ممكن يؤدي لمشاكل، ميكروب يدخل يحصل يغير غرينا في الجلد وبتاع. نعم. فاحنا نقول انه الانسان يغطي الجبيره مثلا بهذا الكيس، او كيس هو يعني يتصرف البيت يتصرف من عنده، او انه هو على جنب يعني ايدك برا واحد يساعدك. ساعات انا بنصح الناس اقول لهم حمى على الناشف. يعني ايه حمى على الناشف؟ اي حمى على الناشف هذا كيف؟ يعني فوطه بصابون يغطي بيها نفسه، وبعدين فوطه ثانيه بميه ويعمل بيها نفسه. مو لازم بلبطه بالماي او شاور يعني. والله فعلا يعني القديم هذا الاستحمام. أيوة القديم. ايوه بالضبط. دكتور، احيانا الجبيره ما تساهم في يعني تجبير الكسر. متى نحتاج احنا تدخل جراحي؟ انه مو فقط خلص واحد مكسور يلفونه ويمشي. احنا دايما بنخلي المريض يجي كل اسبوع يتابع. نعم. بعد الجبيره. فلو الاشعه قالت لنا ان الجبس اتحرك او الكسر اتحرك جوه الجبس، يبقى في الحاله دي لازم نلجا للتدخل الجراحي. بالنسبه للصغيرين بنركب اسلاك، حاجات بسيطه تدخل محدود. بالنسبه للكبار بقى بنفتح ونركب شرايح ومسامير، موضوع كبير. موضوع اخر بعيدا عن الجبر. طيب دكتور، احنا يعني بنهايه اللقاء ابرز الامور اللي حاب انه احنا نوصلها لكل انسان مثلا لا سمح الله تعرض لكسر وركب الجبيره،
يعني خلينا نقول حاجة ملاحظات عامه يعني. اول حاجه نحافظ على النظافه يعني نظف. ما ينفعش ابقى مركب جبس او كبيره والعب في تراب وادخل تراب. تاني حاجه ان ما يدخلش ميه. اهم نصيحه بنقولها ان الاب او الام لازم ياخد باله من الجزء المتجبس انه ما يحصلش فيه ورم او تغير في اللون، يعني الاصابع لونها يزرق. نعم. يبقى ده معنى كده ان الدم مش واصل كويس، يبقى في الحاله دي لازم نتصل بالطبيب فورا ونرجع له. لان في الحاله دي ممكن يفك الجبس ويركبه بطريقه ثانيه او يشوف ايه اللي حصل، ايه السبب المشكله. شكرا دكتور وليد. وان شاء الله اشوفك بلقاءات قريبه. شرف كبير ليا، شرف كبير ليا، شكرا جزيلا.